من أجل إحياء النشاط الثقافي والعلمي بين الطلاب، انطلق بالمعهد العالي للعلوم والتقنية بالبركت الملتقى الثقافي السنوي الرابع الذي سيستمر لثلاثة أيام بمشاركة ثانويتي غات والبركت. اليوم الأول دخلناهم مسابقة القرآن الكريم، مسابقة ثقافية بين أقسام علمية. أما اليوم الثاني سيشهد مباراتين بين الثانوية وبين مباراتي كرة القدم وكرة الطائرة، مشاركة أيضا من كلية التربية غات وثانوية غات البركة المعهد العالي. أما اليوم الأخير سيشهد حفل كبير وزع فيه شهايد الأوائل، وزع فيه شهايد لكل الحاضرين بإذن الله الفاعلين في هذه التظاهرة. وأقيم في اليوم الأول مسابقة ثقافية بين أقسام المعهد والمدارس الثانوية بهدف تقوية الطلاب وتزويدهم بالمعلومات الثقافية الهامة، إضافة إلى القيام بمسابقة رياضية بين الفرق.